انا سريري كذا وسرير ابو لافي هنا. هذا مو بيشخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من هذا المنبر اطلب ابو سلطان تركي الدوسري انه يرجع في النظر الى موضوع الميداليات والحكم فيها. هذه الميداليات اللي جتنا طبعا مو منا احنا، هذا تعب جمهور يا ابو سلطان، تعب جمهور. اتمنى منك يا ابو سلطان انت والاداره انكم ترجعون النظر فيها وتشوفون موضوعها، لان التعب مو بحنا اللي تعبناه، هذا تعب الجمهور. وتحطيتنا يا ابو سلطان في موقف محرج جدا، اني انا استخدم ميداليه الذهبيه وترجع الفضيه العمر، هذا انا اشوف ان القرار هذا غير صائب مره. وانا اطلبك من هنا يا ابو سلطان واقول لك شوفوا النظر فيها، عيدوا النظر فيها، طلب يا ابو سلطان، لان مو احنا اللي جبناها، هذا تعب جمهور، تعب ناس. وفيه لو انكم سحبتوها بدل انك ترجعها للي وراه واللي ورا وراه، يعني مو بكيفنا ذا. واطلبك يا ابو سلطان انك تشوف وتعيد النظر في هالموضوع انت والاداره، لان الذهبيه لو جتني اقسم بالله العلي العظيم ما راح استخدمها، والله العظيم ما راح استخدمها لو تكون هي السبب اني ادخل براي، مستحيل اني انا راح استخدمها. فاطلبك انك تعيد النظر فيها. هذا وصلى الله وسلم على محمد.